انا هروح مع حضرتك بقى ونبدا كده من الاول خالص. ناس كتير او البعض خلينا نقول كان بيشكك في ان النادي الاهلي يقدر ان هو يفوز بهذه البطوله. البعض كان بيقول لك لا انتوا عندكم مشاكل، انتوا مش عارف ايه، كلام ملوش اي اصل من الواقع. يعني اصاباتكم كتيره، التغيير الجهاز الفني ممكن يكون مؤثر، بالعكس ده اثبت العكس اصلا. فيعني البعض كان بيحاول يخترع بعض الاوبستكلز زي ما بنقول، او يعني المشاكل علشان بالظبط علشان يوصل في الاخر ل يعني اي حاجه هو بقى بيطمح ليها من وجهه نظره، يعني ان هو يهز هذا الكيان. وده طبعا ما حصلش، بس كان في بعض بيحاول في ده. فخلينا نعرف برضو راي حضرتك. لا هو طبعا في يعني بيبقى في حملات مغرضه وتاثير، بيبقى تاثير على اللعيبه. سبحان الله عمرها ما طلعت من عندنا الحملات دي. ده انا عارف انا بقول لك فيه يعني مش اسلوبنا في، معلش انا بتكلم برضو بواقعيه السوشيال ميديا خصوصا اذا كان هناك ناس. لا صح في بتعمل برضو جو من القلق وجو من التوتر وجو من العامل النفسي للعيبه والاجهزه الفنيه ومجلس اداره. ولكن النادي الاهلي انا الفتره اللي فاتت ما فيش اي حاجه تشوب مجلس اداره النادي الاهلي، لا في مشاكل ولا حد بيطلع يتكلم ولا في حاجات، بس هي اشاعات، مجرد اشاعات عشان يهز كيان الفريق. هو يهمه ايه يعني كل هذه الكلام ليه؟ عشان البطوله، عشان البطوله اللي اقيمت والبطوله اللي اقيمت كل ده بيهز كيان النادي طبعا. ولكن الحمد لله الاشاعات دي، الكابتن خطيب يمكن دائما كان في تدريبات الفريق ودائما بيحضر تدريبات الفريق ودائما في مناقشات مع الولاد، ودي ادت استقرار نفسي ومعنوي للعيبة. يعني انا شفت دلوقتي لسه شايف كلمه الكابتن محمود الخطيب للعيبه، خلاص احنا فرحنا واتبسطنا وجماهير الاهلي كلها سعيده سواء داخل مصر او خارج مصر، عايزين نبص على بطوله قادمه ان شاء الله تاني. فاذا كان بيدل ان في استقرار فعلا نفسي ومعنوي وثقه وكل شيء في النادي الاهلي القلعه الحمراء. طب على صعيد الشحن ما هتتهز على صعيد الشحن المعنوي، النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها وفي مجمل اجابتك على سؤال نهوان، امال كانت الدنيا عامله ازاي ساعه لما كنت حضرتك واحد من نجوم النادي الاهلي جيل السبعينات، جيل انتصارات برضو جيل بطولات، ما كانش بقى فيه ولا سوشيال ميديا ولا فيه الحاجات المشاهدات اللي بقينا نشوفها في الفتره الاخيره، كانت الدنيا عامله ازاي وقتها بالمقارنه بدلوقتي يا كابتن؟ انت كنت بتبص عليها يا كريم زمان، يعني زمان ايه اللي كان بيديك ايحاء النهارده في مباراه اهلي وزمالك؟ ايه اللي كان بيديك ايحاء لتشكيل اهلي او تشكيل زمالك؟ ايه اللي كان الحاجات الوسائل المطبوعه الجرايد المطبوعه كان زمان هو ده الشغل الشاغل لاي حد. ما كانش السوشيال ميديا وسط، ما كانش القنوات الفضائيه زادت هذا الحد، كانت كل الناس بتستثمر وجود الجرايد عشان تقرا مين التشكيل. بس برضه كان بيبقى فيه هجوم كده يا كابتن ولا كان عادي؟ برضه كان بيبقى في محاولات برضه، بصي بيبقى فيه ميول. ما انت النهارده ما تقدريش تجزمي النهارده ان كل الاعلام اهلاويه طب. ما بتبقى منقسم يعني ما بين اهلاوي وبين زملكاوي، وكل واحد له اتجاهاته وكل واحد ليه بيبقى تحفيز الفرقه وتحفيز اللاعبين. ممكن يعمل لك منشط يثير جماهير الزمالك، يعمل لك منشط يثير جماهير الاهلي صحيح. فكل هذه الامور لا دلوقتي اختلفت الامور اختلاف 100 100 يعني.